Je dirais santé digitale, il est mis et souligné comment il était présent, les différents instituts publics, mais aussi donc, le moment où on a déclenché cette convention pour le démarrage de la deuxième édition. اليوم مؤسسة محمد السادس العلوم والصحة كشريك في التنظيم في هذا المؤتمر كان عندها تدخل من أجل أولا بريزونتي المجموعة المحطات مجموعة الأنشطة اللي غادي تكون في المؤتمر من خلال استقبال مجموعة من الخبراء animation de plusieurs ateliers اللي غيتكلموا على l'intégration ديال les solutions digitales dans le secteur de la santé ايضا استقبلنا للنسخه الاولى من الهاكاثون اللي هو مسابقه ان شاء الله غتكون عالميه للحاملين لافكار او مشاريع غادي تكون ان شاء الله بمقر او في لابوراتوار دو نوتر ايكول انجينيور دونك النقط اللي تناولتها ولا تناولها المؤتمر الصحفي هي في مجملها كما قلت اون بريزونطاسيون على ليفينمون على لي زاكس à développer fait l'événement les différents partenaires اللي غادي ان شاء الله يشاركوا في هذه النسخه الثانيه وايضا تم التطرق لبعض المخرجات ديال النسخه الاولى واللي هما ان شاء الله وبشهاده ديال مجموعه من الاساتذه تم اخراجهم لارض الواقع من اجل ان شاء الله انجاح هذا الورش الملكي ديال لا سونتي ديجيتال سيرجيكال هو ماشي شي حاجه جديده الى خيلا مشينا لاوروبا ولا الدول المتقدمه راه دي اكثر من 20 عام باش بدا تيخدم الروبو هو اللي تيخلي من الفوائد ديالو انه المرض يعني شنو غيستافد المريض من الروبو هذا هو الاول غيستافد انه الجراحه غدا تكون اقل ضرر لانها ما تستعملش داك الجراحه الكبيره المفتوحه عندنا الدقه كذلك عندنا الدقه في يعني كاع الجراحه تكون جراحه دقيقه لان واحد الطريقه باش تنشوفوا اللي تعطيها لنا الروبو طريقه يعني فايقه لا فيزيون نورمال داكشي اللي تنشوفوا هذا من ناحيه ديال المريض يعني تيستافد في الاستشفاء اقل يعني تيدوز اقل مده اقل في المستشفى المضاعفات هي اقل المضاعفات الجراحيه كذلك هي اقل وبالتالي هذا المريض يقدر يستعد الصحه ديالو بسرعه ويقدر يرجع للعمل ديالو ويرجع للمجتمع بسرعه اذا هذا تا هو مكسب بالنسبه للروبو المكسب الثاني بالنسبه للجراح ولا الفريق ديال الجراحي انه تيخدم في ظروف جيده انه تيشوف مزيان عنده الدقه وزياده كاين الراحه لان حتى الطبيب الجراح تيجلس فوق الكرسي ديالو وبشويه عليه اذا مرتاح يعني ما تيضروش ظهرو ما تيوقفش بزاف ما تيستعملش دوك المفاصيل ديالو بواحد يعني باستمرار ومده طويله وهذا الشيء كله مكسب للجراح والفريق ديال الجراحه ككل الا خدينا الروبو خدينا العمليه مكلف جدا لان الثمن ديال الروبو غالي والثمن ديال لي زانستريمو يعني ديال اللي تابعين الروبو حتى هما الثمن ديالهم غالي وبالتالي يعني الروبو تيكلفنا ثمن باهظ ولكن كما قلت لك داك الاستفاده ديال المريض الاستفاده ديال الجراح والاستفاده ديال المستشفى ككل تتخلينا نعوضوا هاد التكلفه ولكن خصنا ثاني نفكروا لان الا جبنا الروبو ما غاديش نستعملوه في كل العمليات ما يمكنش لينا نستعملوه يعني باقل من واحد المستوى خاص المستوى ديال الاستعمال يفوت مثلا واحد 300 عمليه في السنه خاصنا نحافظوا عليه باش يجلس مده طويله باش يجلس عندنا اكثر من 10 سنين 15 عام حتى 20 عام وبهذه الطريقه غادي نكونوا تخلصنا من ديك التكلفه الزايده
اللي ديال الروبو. Internationaux reconnus, je vais également détailler tout à l'heure.